بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ويوم المعاق العالمي، قامت جمعية جذور للدعم النفسي والاجتماعي بزيارة معهد الأمل لرعاية المعوقين، حيث تم تقديم برنامج تضمن مجموعة من الفعاليات جمعت بين الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية. بمناسبة يوم الإعاقة العالمي وبمناسبة عيد المولد النبوي، فكانوا فعاليتين، فحبينا نقدم شوية هدايا للأطفال وتقديم دعم نفسي اجتماعي للأطفال المتواجدين بالدار. والدار التعريفية تشتمل على إعاقات متعددة، هي إعاقات ذهنية، في عنا توحد، في عنا تخلف عقلي، في عنا متلازمة داون. جمعية جذور هي تعنى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الأطفال من العنف، فطبيعي كتير نكون متواجدين بهذا المكان. هلأ مشروع جذور الأمل نحن توجهنا فيه لمعهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية، طبعا كان قائم على عدة مبادرات، تواجدنا معهم اليوم هو استكمالا للشغلات اللي نحن عم نشتغلها معهم. طبعا من فترة كان في حالة فرز للحالات الموجودة عنا بمناسبة طبعا يوم الإعاقة العالمي وبمناسبة عيد مولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. فتواجدنا اليوم كان كتير ضروري نتواصل معهم لنتفاعل معهم ونرسم البسمة على وجوههم. نحن اليوم حبينا نكون بين الأطفال بيناتهم. حيكون في عنا برنامج عبارة أول شيء عن أنشطة ترفيهية، حنتواصل معهم، نكون معهم بهدف زرع ابتسامة ويعني بذرة أمل على وجوههم. بعدين حيكون عنا وجبة غداء معهم، وآخر شيء حنختتم بتوزيع هدايا على عدد من الصبايا والشباب هون معنا، وآخر شيء حنوزع البونبون بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. يا رب ينعاد على الجميع بالخير. العمل محبة وللمحبة جذور. جذور جمعت قلوب مجموعة من الشباب السوري على حب الوطن وتقديم الدعم بمختلف أشكاله ضمن إطار العمل التطوعي.